لا شيء جميل مصمم في الطائرات تقريبا لغرض جمالي، موقع الجناحين والنوافذ المستديرة وأحزمة البطن. لماذا صممت كل هذه الأشياء بهذا الشكل؟ شد حزام الأمان جيدا لأنك ستحصل على أجوبة للعديد من التساؤلات عن الطائرات. 1- كيف تقلص وقت الانتظار في طابور المطار؟ من المستحسن الوقوف في الطابور الأيسر أثناء تسجيل الحضور، فالأرجح أنك ستنتهي من ذلك بشكل أسرع لأن معظم الناس يستعملون اليد اليمنى، لذلك فهم يتجهون إلى الطابور الأيمن. 2- لماذا لا يمكنك حمل السوائل معك على متن الطائرة؟ يمكن أن تذوب المواد الخطيرة في السوائل بسهولة، لذلك من التدابير الأمنية ألا يسمح سوى بحمل أحجام صغيرة من السوائل على متن الطائرات. 3- لماذا تقع معظم أجنحة طائرات الركاب أسفل الطائرة؟ تسمى هذه بالأجنحة المنخفضة. أولاً، إن تم وضع المحرك تحت الجناح المنخفض سيكون أقرب إلى الأرض وستصبح الصيانة أسهل. ثانياً، ستمتص الأجنحة الصدمة في حال الهبوط المفاجئ، وإن سقطت الطائرة في المياه ستكون الأجنحة بمثابة وسادة النجاة. بالمناسبة، يمكن للطائرة الطفو فوق الماء بين 10 دقائق إلى 60 ساعة، يعتمد كل ذلك على طراز الطائرة والعوامل الجوية ومهارات الطيار. 4- لماذا تقع أجنحة طائرات البضائع في الأعلى؟ والآن تسمى هذه بالأجنحة المرتفعة. من السهل شحن الحمولة على هذه الطائرة بما أن الهيكل قريب من الأرض، كما تعد مناسبة للهبوط في المطارات التي مدرجاتها ليست مجهزة جيدا، لن يدخل الحطام داخل المحركات. وأخيرا وليس آخرا، تتمتع هذه الوضعية بقوة سحب إيروديناميكية أقل أثناء الرحلة. وأخيرا، 5- لماذا تقع معظم أجنحة الطائرات الحربية في الوسط؟ يتدفق الهواء بشكل أفضل حول الطائرة بفضل موقع الجناحين، وبالتالي ستتمكن الطائرة من الوصول إلى سرعات عالية جدا. 6- لماذا معظم الطائرات بيضاء اللون؟ حسناً، يعكس هذا اللون أشعات الشمس بشكل أفضل مما يمنع سخونة جسم الطائرة، كما أنه أسهل لرؤية الأضرار على بدن الطائرة في حال حدوثها. وأخيراً وربما الأهم من كل ذلك، الطلاء الأبيض هو الأقل تكلفة. 7- لماذا توجد التوربينات تحت الأجنحة؟ تعد صيانة المحركات تحت الأجنحة الأقل تكلفة وتستغرق وقتاً أقل. في السابق قامت شركات الطيران بتثبيت المحركات في الذيل، وتطلبت صيانة هذه المحركات معدات باهظة الثمن والكثير من الوقت. لاحظ أن أسعار التذاكر انخفضت على الفور عندما قاموا بتثبيت المحركات تحت الأجنحة. 8- هل يمكن للطائرة التحليق بمحرك واحد فقط؟ أجل، يتحكم الطيارون بالطائرة بسهولة إن تعطل أحد المحركات. قد تميل الطائرة قليلا نحو الجانب أثناء الرحلة، ولكن الأروع هو أن المسافرين قد لا يلاحظون ذلك حتى. 9- إلى ماذا يرمز المثلث الصغير على جدران الطائرة؟ تعد هذه المثلثات مؤشرات خاصة لمضيفات الطيران، فهي تحدد مكان نوافذ معينة يمكن رؤية المؤشرات الضوئية عبرها لتحديد درجة تراجع معدات الهبوط وإغلاق قلابات الأجنحة. إن تلقى الطيار إشارة تحذيرية حول بعض المشاكل، ستهرع المضيفات بسرعة إلى تلك النوافذ لاكتشاف المشكلة. وبالنسبة للمسافرين، يعتبر هذا المكان الأفضل، فهو يطل على الأجنحة والأفضل لالتقاط الصور. 10- لماذا تلتف أحزمة الأمان حول البطن؟ عندما تعترض الطائرة مطبات هوائية، ستهتز قليلا في الجو، لكنك تظل في مكانك بفضل حزام البطن في حال حدوث اهتزازات عنيفة. تتطلب أحزمة الكتف مساحة أكبر بين المقاعد، ولن تحقق حماية إضافية. عادة ما يكون وقع الحوادث أقوى في السيارات، لذلك فإن حزام الكتف ضروري فيها حتى لا يرتطم رأسك بالزجاج الأمامي. 11- لماذا إذن لدى مضيفات الطيران أحزمة على الكتف؟ مقاعد مضيفات الطيران أقل أريحية من مقاعد الركاب، إنها ضيقة وتوضع في الجهة المقابلة للمسافرين. تحتاج مضيفات الطيران إلى حماية إضافية لكي لا يقعن من المقاعد عند اهتزاز الطائرة بقوة، كما يتعين عليهن مساعدة وتوجيه الناس أثناء عمليات الإجلاء المحتملة، ولذلك أيضا يجب أن يتمتعن بلياقة بدنية جيدة. 12- ماذا تعني المطبات الهوائية بالضبط؟
حسناً، تخيل منطاداً كبيراً يعمل بالهواء الساخن. هل ترى قاذفة لها بتلك؟ مهمتها تسخين الهواء لتجعل المنطاد يحلق في الهواء. المطبات الهوائية هي ذات الشيء، هواء ساخن، ولكنه من صنع الطبيعة، وهذه طائرة بدلاً من منطاد. لذلك تشعر كأنك في أفعوانة مخيفة عندما تمر طائرتك بمطبات هوائية. كما يمكن أن تظهر المطبات الهوائية إن عبرت طائرتك في التيار الذي تخلفه طائرة أخرى. 13. لماذا تقف إحدى مضيفات الطيران واضعة يدها خلف ظهرها عندما تدخل المقصورة؟ إنها تقوم بعد المسافرين بأداة خاصة لكي تتحقق من أن جميع المسافرين على متن الطائرة. 14. كيف تتم حماية الطائرات من البرق؟ حتى في حال حدوث الصواعق لن يشعر بها المسافرون. الطائرة بالكامل مغطاة بطبقة من الألمنيوم تنقل التيار الكهربائي، ولكنها لا تسمح له بدخول الطائرة. جميع المعدات الإلكترونية وخزانات الوقود مجهزة بطبقات واقية إضافية، وبطبيعة الحال يتم اختبار هذه الحماية باستخدام برامج محاكاة للصواعق. 15. لماذا لم يسمح باستعمال الهاتف على متن الطائرات في الماضي؟ كانت الهواتف المحمولة خطرة جدا على الرحلات، ولكن في البداية فقط أمكن أن تخل الموجات الراديوية بعمل المعدات الإلكترونية للطائرة. لحسن الحظ لم تعد الهواتف الحديثة تقوم بذلك بفضل تغير وظائف الاتصال وظهور وضع الطيران. 16. لماذا ما زالت بعض شركات الطيران تطلب منك عدم استعمال هاتفك؟ يفرضون قيوداً على استعمالات الهاتف لأن على المسافرين البقاء في حالة تأهب في حال حدوث حالة طوارئ غير متوقعة على متن الطائرة. من الصعب جداً لفت انتباه المسافر وهو يشاهد فيلماً أو يلهو بألعاب الفيديو على هاتفه الذكي. 17. في أي حالة تسقط أقنعة الأكسجين من السقف؟ لا تسقط أقنعة الأكسجين أثناء سقوط الطائرة فقط، بل عندما يتغير الضغط الهوائي أيضاً، أي عندما ينخفض الضغط بالداخل لسبب ما، يصبح الهواء أقل كثافة على ارتفاعات معينة. لذلك لتجنب ذلك يضعون أقنعة الأكسجين. يهبط الطيارون بسرعة إلى ارتفاع آمن، ويمكن التنفس مجدداً دون الحاجة إلى قناع الأكسجين. 18. لماذا نوافذ الطائرة مستديرة؟ هذا أيضا واحد من تدابير السلامة. إن كانت نوافذ الطائرة مستطيلة سيتراكم الضغط في الزوايا مما يؤدي إلى حدوث عدة أضرار. أما بالنسبة للنوافذ المستديرة فسيتم توزيع الضغط بشكل متساو ولن يتجمع في مكان واحد. 19. لماذا لا تنفجر عجلات معدات الهبوط عندما تحط الطائرة على الأرض؟ صممت الإطارات لتحمل وزناً أكبر بأربع إلى خمس مرات مما تمر به أثناء الهبوط، وقد تنكسر الإطارات قبل انفجار عجلاتها حتى. 20. لماذا يتم تعتيم الأضواء في المقصورة؟ يجب أن يعتاد المسافرون على الظلام في حالة هبوط اضطراري في الليل. تطفأ جميع الأضواء لكي يتمكن الجميع من الرؤية أثناء المغادرة. لسبب مماثل يطلبون منك دائما فتح ألواح النوافذ لكي تتمكن مضيفات الطيران من رؤية ما يحدث بالخارج واختيار الجانب الأفضل لعملية الإجلاء. 21. لماذا يتناول الطيران وجبتين مختلفتين قبل الرحلة؟ هذا يعد ضرورياً. في حال أصيب أحدهما بتسمم غذائي سيتمكن الثاني من مواصلة الرحلة بأمان. 22. ما هو أقذر مكان في المقصورة؟ كلا، ليس الحمام، إنها صينية الطعام أمامك حيث تأكل بالضبط. يوجد عليها عدد من البكتيريا أكبر بعدة مرات من مقعد المرحاض. أيضا يستعمل العديد من المسافرين هذه الطاولة لتغيير حفاضات الرضع. 23. لماذا الطعام ليس شهيا جدا على متن الطائرة؟ هذا لأن الطباخ كسول جدا. كلا، في الحقيقة يرجع ذلك إلى تغيرات تطرأ على براعم التذوق لديك في ارتفاعات شاهقة، وتصبح حساسة أقل تجاه النكهات. 24. هل صحيح أن الشعر واللحية تنمو أسرع على متن الطائرة؟ كلا، هذا ليس مثبت علميا. نشأت الأسطورة في النصف الأول من القرن العشرين عندما لاحظ الجنود أن لحاهم قد نمت بعد الرحلة، ومن هناك ظهرت الأسطورة. أما بالنسبة للطائرات في حد ذاتها، سينمو الشعر على الطائرة بمعدل طبيعي، وتحلق الطائرات لحيتها ثلاث مرات في الأسبوع. في الحقيقة لقد اختلقت القصة.
إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من المقاطع الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.